안녕하세요, 김코입니다. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده عن روتين يومي في كوريا، فيا رب الفيديو النهارده يعجبكم. اول حاجه بحضر جميله للحضانه، بحضر شنطه الحضانه بتاعتها، بحط لها كل الحاجات اللي هي محتاجاها في الحضانه، فبحط ليها عصير والبيبرونات بتاعتها، وحاليا هي بقت ما شاء الله بتاكل، فبحط لها الصينيه بتاعت الاكل بتاعتها. واحنا مأكدين على الحضانه ان احنا ما ناكلش اي حاجه حرام، لكن مش بنقول ان بسبب ديني، لان هما هنا مش بيتفهموا النقطة دي. فعشان نضمن ان يبقى الموضوع جدي ومبقاش فيه اي مشكلة، بنقولها ان هما عندها حساسية، فيفضل ان هي متاكلش اي حاجة فيها مكونات خنزير، ويعرفونا الجدول بتاع الاكل بتاعها. فعشان كده الحمد لله احنا مطمنين. ده اللبس اللي هتلبسه النهارده يا ايده وهي رايحه الحضانه. امسك امسك عندي ايه؟ لازم نلبس بامبرز عشان نروح حضانه. امسك الحلبي امسك الحلبي. فستاني يا فستاني حلو وجميل، زي يا فستاني حلو وجميل. استنيت يا طيبة حاضر، هسرح لك شعرك. اوكي هسرح له شعره. يا فستاني يا حلو يا جميل.가자요 진짜 너무 이쁘다. 마샬라. 아빠 면도했어. 메인코리아 بعد ما ريان وجميلة بيخرجوا من البيت، ببتدي ان انا اشوف مهام البيت، برتب البيت واروقه
واظبط الدنيا قبل ما هي تيجي من الحضانه، لان بصراحه مش بعرف اعمل اي حاجه وجميله موجوده في البيت. بحاول على قد ما اقدر ان انا ارتب البيت قبل ما هي تيجي، وكمان بحاول ان انا استريح عشان المرحله الجايه في حياتي. ناس كتير بتسالني انت ليه بتنزلي فيديوهات متاخر، او انت حاليا في فتره مش في الفتره اللي انت موجوده عليها في الانستجرام والفيسبوك. ناس كتير بتسالني السؤال دوت وجاوبت عليه اكتر من مره، انت ليه بتنزلي فيديوهات متاخر. والله يا جماعه انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل مونتاج، ولكن مع ظروف حياتي حاليا انا الاولويه عندي لبنتي وجوزي وبيتي، دول اهم حاجه في حياتي. بالنسبه لي اليوتيوب هوايه مش مصدر رزق، فعشان كده بحاول ان انا اشارككم اللحظات اللي انا بحبها واللحظات السعيده، لان انتوا عيلتي الدنيا. لكن بتاخر عليكم شويه لان مبيبقاش عندي وقت ان انا اعمل مونتاج، وانا مش قاعده فاضيه كل الوقت لليوتيوب. فبحاول ان انا اقسم المهام بتاعتي اليوميه كاولويات. الاولويه الاولى لبنتي وزوجي، وطبعا حبيبه ان شاء الله لما تيجي، فعشان كده بتاخر عليكم في الفيديوهات. فانا مش عارفه، مش متاكده بصراحه، ولكن الفيديو ده ممكن تشوفوه اكون انا ولدت حبيبه ان شاء الله بالسلامه. انا عندي الاولويه ان انا اهتم ببناتي على قد ما اقدر، ودي اهم حاجه عندي في الحياه. بالنسبه لي اليوتيوب زي ما قلت لكم هوايه، فيا ريت تتفهموا دوت، لان في ناس كتير بتسالني نفس السؤال دوت. فلو عايزين تتابعوني لايف وباستمرار، انا ببقى لايف اكتر على الفيسبوك والانستجرام، هسيبه لكم في التعليق المثبت لو حابين تدوروني فيه عشان نكون عيله كبيره. طبعا بيت فيه اطفال يعني بيت مش مرتب. لو البيت مرتب بيرفكت 100% يبقى الاطفال مش سعداء في البيت. انا بصراحه بسيب الجميله تعمل ما بدلها في البيت، مش بحاول ازعق لي على اي حاجه الا الحاجات الغلط او الحاجات الخطيره علشان تتعود وتتعلم وتشوف العالم الخارجي. هي حاليا دلوقتي في مرحله الاستكشاف، فانا عملت ليها اوضه مخصوصه للالعاب، ولكن مع ذلك هي بتحب تجري في البيت وتروح وتيجي، فبكون دايما عيني عليها عشان تبقى في امان اول حاجه، وفي نفس الوقت يبقى عندها استكشاف للعالم اللي حواليها. فدايما مهما روقت البيت بصراحه البيت بيفضل متوسخ، ولكن بروق راحة نفسية ليا انا الاول، وبعد كده لما جميلة بتوسخ مفيش مشكلة بعمل روتين تاني يوم عادي مفيش مشكلة. ففي بعض الناس برضو بتقولي البيت بتاعك مزدحم او في حاجات كتير، كل واحد دي طريقة في البيت بتاعه، كل واحد دي ذوق، كل واحد دي اختيار في حياته. انا بالنسبة لي شايف ان بيتي اجمل حاجة في الدنيا وجنة الله على الارض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، ويديم علينا نعمة الامن والامان، وان احنا متجمعين في بيت واحد. فبجد انا ببقى في اسعد لحظات حياتي لما جميله كده بتبقى بتجري قدامي. ربنا يبارك فيها يا رب، ويبارك في اولادكم جميعا. وطبعا بعد ما بخلص كل حاجه لازم ادي اكل للقطط، ده اهم حاجه عندي. ولكن بعد ما بخلص تنظيف البيت عشان الروبر بتاع التنظيف بيقعد يضايقهم، فبعد ما بخلص كل حاجه ببتدي ان انا اديهم الاكل بتاعهم. الفترة ديت مع الحمل بصراحة مش بقدر اكل كتير، فبحاول ان انا اقسم وجباتي على قد ما اقدر عشان ما يحصلش اي مشاكل ليا في الهضم. ولكن حاليا انا بحاول كمان ان انا اقلل القهوة نهائيا، دلوقتي بقيت بستخدم دي كافيين فقط. ومن اول حمل في جميلة والدكتور نصحني ان انا اشرب دي كافيين عشان الكافيين مش صحي للاطفال وللحوامل، فعشان كده انا دايما بشرب القهوة بتاعتي دي كافيين او حتى اللاتيه دي كافيين. وبحاول ان انا ابدل بين الامريكانو واللاتيه عشان ما احسش بزهق. بعد ما احضر الايس لاتيه هبتدي ان انا اشوف الشغل بتاعي، لان انا حاليا بشتغل من البيت على شركتنا، فعشان كده دايما ببقى مشغوله باستمرار، وبحاول ان استغل اي فرصه مثلا جايه اكون في الحضانه او عندها ان انا اخلص الشغل بتاعي. بعد ما خلصت اللي ورايا دلوقتي هروح للمحل اللي بشتري منه الخضار والفاكهه. انا دايما بحب اشتري بالاسبوع بصراحه عشان يبقى سهل عليا ان انا اطبخ في البيت، وابقى عامله جدول اسبوعي ويوفر عليا في الوقت كمان. نسيت حاجه مهمه، ان انا المفروض اروح لمكتب البريد عشان ابعت حاجه للشغل عندي لمكتب الشغل عندنا. فالاول هروح البريد، وبعد كده هروح لمحل الخضروات والفاكهه. في البريد الكوري احنا بنعمل كل حاجه بنفسنا، بنغلف الشاي بنفسنا، بنحطه في الصندوق، كل حاجه بنعملها بنفسنا، وبعد كده بنسلمها للموظفه علشان تقدر تبعتها للمكان المطلوب. ف
فالبريد الكوري بيوصل لكل كوريا ولخارج كوريا، ولكن طبعا بتختلف التكلفة على حسب البلد. وحاليا في كوريا بيحاولوا ان هم يتجهوا للاشياء الصالحة او الصديقة للبيئة. فزمان كنا بنلف الاشياء في الورق فايل او اللي هو البلاستيك دوت او الفوم، مش متأكدة من اسمه، لكن حاليا دلوقتي بنلفوه في ورق الكرتون عشان يبقى سهل استخدامه واعادة استخدامه. أيوة ينسج. هنتفضل بنجي سيا. يي. بعد كده رحت محل الخضار والفاكهة، وبصراحة أنا بحب المحلات العادية اللي هي بتاعة الخضار والفاكهة، بتبقى سعرها أرخص والحاجات بتاعتهم بيبقى طازة وسعرها مناسب، وفي نفس الوقت كتيرة وكميات تكفي لوقت طويل أو لأكتر من أكلة. فلو أنتم مقيمين في كوريا هنصحكم بالمحلات ديت، لأن السوبر ماركتات الكبيرة والحاجات دي بتبقى غالية على الفاضي، وبتبقى كمية قليلة مش مناسبة للأسرة مكونة من أب وأم وطفلة أو طفلتين إن شاء الله. فأنا بصراحة بحب المحلات بتاعة الخضار والفاكهة. أبا 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 بوكيه بوكيه أبا أبا ساراني يو أم잡은나 봐봐 봐봐 응 봐봐 봐봐 아랍으로 해 봐봐 봐봐 다운아 다운아 봐봐 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 다운아 봐봐 دلوقتي رايحين نتعشى عند حماية وحماتي. كابشدا تعالى جوا할머니 오셨네. الفترة دي للأسف مش بقدر أطبخ كتير قوي، ولكن بحاول أطبخ على قد ما أقدر. فالنهاردة العشاء كان عند حماتي لحمة على الطريقة الكورية، واللحمة حلال. حماية وحماتي مش مسلمين، ولكن بيحترموا إن احنا مسلمين وبيحترموا ثقافتنا وإيماننا وديننا والعادات والتقاليد بتاعتي. فعشان كده برضه حد سألني الموضوع دوت، هما مش مسلمين ولهم الحرية التامة في اختيارهم، واحنا كمان لنا الحرية التامة في اختيارهم، ولكن ده مش معناه ان هم بيتعدوا علينا في اي شيء او احنا بنتعدى عليهم في اي شيء. احنا بنحترم بعض جدا، وهم بيحبوني وانا بحبهم جدا. حماية وحماتي بصراحة من احسن الناس اللي وقفوا معايا دايما، ودايما بيساعدوني في حاجات كتير، بالذات حماتي، فربنا يديمهم في حياتي يا رب. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، متنسوش تعليق حلو، سبسكرايب، لايك وشير، وي انيانج.